هل يجوز تربية كلاب الحراسة وبيعها؟ أما كلاب الحراسة فالرسول صلى الله عليه وسلم رخص في اقتنائها كلاب الحراسة كلاب الحراسة وكلاب الماشية وكلاب الصيد، رخص الرسول صلى الله عليه وسلم في اقتنائها. أما عن بيعها فيرى بعض أهل العلم عدم جواز بيعها لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، والمالكية والأحناف يجوزون بيعها بناء على جواز الاستفادة بها والانتفاع بها، فجوزوا ما ينتفع بيع ما ينتفع به، لكن النص قوي في المنع، والله تعالى أعلى وأعلم.